كده ودخل معاها دبليو تشو صحيفه الجارديان اللي هي الاهرام بتاع انجلترا، الاهرام طبعا اجدع. الاستاذ عبد المحسن في اهرام امبارح الجمعه جارديان كاتبه ان مصر نجحت في التعامل مع كوفرس اكثر من انجلترا. قعدنا مع بهاء زيدان وقلنا لهم احنا عايزين تعود. انا كلمت اصلا زينك في انجلترا، اصلا شركه اصلا سويدي، وبعدين فاجئتها زينك وبقت اصلا زينك. والعامل الفاكسين زي ما قال الدكتور محمود بيه رئيس جامعه الشمس رئيس المؤتمر هي جامعه اوكسفورد. قلنا لهم عايزين نجيب الفاكسين من قبل ما الفاكسين ينزل في العالم كله. لغاية النهاردة يا جماعة أفريقيا لم تحصل إلا 2% من الفاكسينز اللي هي محتاجاها. ولأول مرة قلت لها أفريقيا يبقى عندها الفلوس وما عندهاش الفاكسين. لكن إحنا إرادة صلبة، علاقات سياسية، فلوس أنليمتد محدودة، دفع مليارات، ما حدش بيدي حاجة لوجه الله. جبنا من الصين وصنعنا من الصين وجبنا جونسون اند جونسون عن طريق الاتحاد الافريقي وانا نائب رئيس اللجنه، دفعنا ديبوزيت 15% واللي جه لحد دلوقتي السبلاي حتى لمصر مش دي الكميات الموجوده. عشان كده الناس تشبعوا فاكسين وبياخدوا السيرد دوز وعمالين يعملوا فيري سلو ريليز، وده السبب ان احنا لازم نوطن هذه الصناعات. اللي تحتاجه مصر هنعمله، واللي تحتاجه مصر ده تدفع عليه مصر. الرئيس قال ما تشغلوش بالكم بالفلوس. عشان كده الشركات اللي بتتكلم احنا هنصرف كام والميزانيه كام والكلام ده، الراجل مشكورا قال لا تشغلوا بالكم بالفلوس. عشان كده عمل مدينه التربيه. فحضرتك الفاكسينز ما زال فيها شورتج للعالم كله، لانكم مش انت يعني برضه، لان الريليز بتاع الفاكسين الناس عماله ساتيوريت تشبعت فاكسين وبتطلع بالأبطال. حتى دول الاتحاد الاوروبي اشتكت والدول الاخرى اشتكت. وبعدين لما الصين انتجت وروسيا انتجت قال لك ده وحش يا عم مش عايزينه. يا عم لا بحر عباد.